تعلن شركة إير كايرو عن توفير 46 رحلة أسبوعية من مصر إلى السعودية، من القاهرة إلى ينبع بسبع رحلات أسبوعياً من مطار القاهرة، وإلى المدينة المنورة بثلاث رحلات أسبوعياً من مطار الأسكندرية، ورحلة أسبوعياً من مطار سفينكس، إلى القصيم برحلتين أسبوعياً من مطار سوهاج، وإلى الدمام برحلتين أسبوعياً من مطار سوهاج، وأربع رحلات أسبوعياً من مطار القاهرة، وإلى أبها برحلتين أسبوعياً من مطار القاهرة، وإلى جدة ب13 رحلة أسبوعياً من مطار الأسكندرية، وثلاث رحلات أسبوعياً من مطار أسيوط، و11 رحلة أسبوعياً من مطار القاهرة، وثلاث رحلات أسبوعياً من مطار سفينكس، وثلاث رحلات أسبوعياً من مطار سوهاج، وإلى الرياض برحلة أسبوعياً من مطار أسيوط، وسبع رحلات أسبوعياً من مطار القاهرة، ورحلة أسبوعياً من مطار سوهاج. إير كايرو، يسعدنا دوماً خدمتكم.